السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارب، بيوتي بلوجر من دبي الامارات، وحياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن مشترياتي الاخيرة من لندن. وايد من الحلوات يسألوني يوم نسي لندن شو الماركات اللي ممكن ناخذ منها، شو الماركات اللي انت تحبينها، ميك اب سكين كير، شو الاشياء اللي تحبين تجربينها. ان جنرال احب يعني من لندن بالذات احب اني اشتري الماركات اللي موجودة عندهم والمنتجات الليمتد اديشن، لان بعضها للأسف ما يوصل عندنا في دبي وبعضها يوصل متأخر. وتعالوا اراويكم المنتجات اللي اشتريتها مؤخرا من لندن وفي نفس الوقت هالمنتجات جربتها، فبعطيكم رأيي عنها بشكل مبدئي. اول شيء اخذته هالثلاث ماسكات ست كامل. واحدة من الحلوات على سناب شات خبرتني عن هاي الماسكات. من انا كنت مجربة من قبل ماسك اللي هو بالفحم، وايد حلو، بس قالت لي عن الماسكات الثانية، وبعد قالت لي عن ماسك برتقالي. الماسك البرتقالي ما اشتريته، اشتريت هذين مجموعة ماسكات اتي ويا بعض وسعرها 53 باوند. ميزة هذه الماسكات الماسك الاسود تحطينه مرة او مرتين في الاسبوع حسب الحاجة. انا افضل انه ما يكون اكثر عن مرتين في الاسبوع، وايد يصفي البشرة، ينقيها، يعطيها شي حيوية. وجربت الثاني اللي هو الاخضر، الابيض بعدني ما جربته. ميزة الاخضر ان هذا تحطينه في الليل وترقدين فيه، ثاني يوم البشرة صدق تكون مترطبة وحلوة. الابيض الوحيد اللي بعدني ما جربته، بجربهم اكيد كلهم وبعطي رايي النهائي فيهم على الانستغرام. ثاني شيء اشتريته باليت من سماش بوكس. العام كانوا منزلين باليت الوانها نود، هذيك ما اشتريتها، وقدوا السنة نزلوا هذه الالوان اللي هي الوانها كول اندرتون، وايد حلوة الوانها. وميزة هالاي شادوهات ان تومين تستخدمينها وهي جافة، او تحطين مثلا فيكس بلاس او قطرة عيون على الفرشاة وتومين تستخدمينها مبللة، المفروض انه يبين لونها اكثر. صراحة انا ما جربتها الا وهي جافة، وايد وايد حلوة وحلو ثباتها. حسيت انها من الباليتات اللي وايد انا عايبتني هاي الفترة. منتجات شارلوت تيلبري، عيست وانا اقول منتجات هاي الماركة تجنن. انا اخذها من محل سيلفريدجز في لندن، وموجودة في ريجنت ستريت اي ثينك، بس مو متأكدة، بس اعرف ان هي موجودة في سيلفريدجز. خذت هذه الباليت، هذه وايد حلوة، عبارة عن هايلايت وبرونزر، وايد احبها هاي الباليت. كنت شارتنها من زمان اول ما نزلت وضاعت عني، ما اعرف وين اختفت، وما حبيت اني ارجع اشتريها على طول لانها شوي غالية، بس هالمرة لا ما قدرت اقاومها. من وجهة نظري البرونزر اللي فيها يناسب درجات البشرة من الفاتحة الى المتوسطة، اذا غامجة شوي يمكن ما يبين وايد عليها، بس وايد حلو البرونزر. اما الهايلايت رهيب، يناسب كل درجات البشرة، لمعته واضحة حلوة، ما في جلتر، يعني قطع جلتر واضحة فيه، بس اللمعة جميلة. وايد انصح اذا بتجربون شيء من شارلوت تيلبري هاي الباليت. اخذت من الدراغ ستور فاونديشن ريفلون اللي هو فوتو ريدي برش افكت. مبدئيا مو بحب وايد هذا الفاونديشن، يعني حسيت به على البشرة طبقة. انا احب الفاونديشن اللي هو يندمج مع البشرة، مو بانه يبين طبقة ثقيلة على البشرة. جربته مرتين، برجع اجربه مرة ثانية وعقب بنزل رايي فيه بشكل نهائي على الانستغرام، لان الحين نص نص، يعني هو حلو انه يغطي تماما ويتم فترة طويلة على البشرة، لكن يبين انه طبقة. تشيك بوب من كلينك، هالبلشرات اللي هي على شكل وردة، كانت نازلة العام وللأسف ما يبوها عندنا في دبي، والسنة غدوا ونزلوا درجات جديدة. وايد حلوة هالبلشرات، أنا أخذت لون واحد قلت أجربها وتندمت أني ما رديت أخذت زيادة. هذه الدرجة رقم 3، في يمكن 6 درجات، ثباتها حلو، ما أحتاج أني أحط أكثر عن طبقة، طبقة واحدة أسوي لها بلند وتم ثابتة على الخدود وناعمة، شيء اللون وردي حلو وثابت. من الدراغ ستور خدت فرش هيل تكنيك جديدة. اول شيء اشتريت هذه اللي هي 301، قلت هذه حلوة حق الكونتور،
عقب يوم رجعت ثاني مرة اخذت اللي هي 101، هذه قلت بجربها ان التثبيت الباودر تحت العيون يعني فوق الكونسيلر، احس انهم انها هذه خصوصا حق تثبيت الكونسيلر حلوة، وهذه احسبها روعة حق الكونتور. بعدني ما جربتهم بس وايد نعمات. اشتريت من لورا مارسييه روجين نسين ارواج جديدة فيها نسبة ترطيب تقريبا 8 درجات، انا اخذت درجتين كلهم نود، وايد كان في خاطري هاللونين، هذا راد شوي على وردي هذا راد على بني. الحلو فيهم ترطيبهم، يعني تعرفون ترطيب الليب بالم كيف يكون نفس الشيء بس طبعا بلون، اثباتهم مو بوايد قوي يعني تحتاجين تعيدين فوقهم، بس ترطيبهم حلو خصوصا اذا انتي مثلي انا بتقويمي واحس ان شفايفي بسرعه تجف، هذي لو وايد حلوات يعيبوني. كوليكشن جديد نازل عندهم واتوقع بيوصلنا في دبي. من اربن ديكي اخذت كونسيلر نيكد سكين، جربته مرتين، اول مره حطيت يمكن ساعتين كان حلو ثابت وكذا، ثاني مره حطيت مده 4 أو 5 ساعات، عقب ساعتين ثلاث اول مره يصير لي هالشيء ان مكان الكونسيلر خاصه تحت العيون تكسر وخازت طبقه من الكونسيلر، استغرب معنا انا كنت مثبتن بودره والجو كان بارد مو بحر في لندن، و ما اعرف يعني حتى خايفة اني ارجع استخدمه مرة ثانية، بس لازم استخدمه كذا مرة عشان اكتب رايي فيه، فالين حين بشكل مبدئي رايي فيه نص نص. من شارلوت تيلبري خدت الفاونديشن اللي هو لايت وندر، جميل هالفاونديشن، تقيته ميديا بس وايد حلو خفيف على البشرة، تعرفون الفاونديشن اللي تحطينه وعلى طول يندمج على البشرة ويخليها فلولس وشكلها حلو، هذا وايد حلو. ثبات زين بس انا احط عليه بودرة خفيفة او بودرة حرة عشان ما يتحرك. صراحة عجبني الفاونديشن، درجتي فيه 7 ميديا. من الدراغ ستور خدت جحال ريميل اللي هو سبيشال ايز لونه اسود رقمه 161، وايد حلو هذا الجحال، سواد زين، انا احب اني اتشحل عيني من فوق خط الرموش من داخل، حسيت انه حلو لهالشيء وما كان يسيح، كان يعني نوعا ما ثابت. من بربريز خدت روجين مات، حبيت اشكال علبهم وايد حلوة، خدت واحد احمر جميل وايد حلو، والثاني طبعا نود، نود رد على وردي، في العلبة شكله فاتح بس يوم جربته لا طلع شوي غامض، وايد حلوين هالأرواج مات بس ما يجففون الشفايف وثابتين، والألوان حلوة وأجمل ما فيهم النكش اللي على الروج نفسه نكش بربريز. من شارلوت تيلبري خدت محدد لونه برتقالي واسمه هوليوود هاني، حلو محددهم، ثبت لي الروج، ما استخدمته روحة صراحة، حطيته قبل الروج، عبيت فيه شفايف وعقب حطيت عليه الروج، حسيت انه هو زين و يثبت الروج ويخليه ثابت لفترة أطول. اللون شوي قوي فحطيت فوق الروج فاتح، حسيت انه وازن اللون نفسه. وآخر شيء اشتريته عطر من لانكوم، كان نازل جديد في سوق الحرة ليميتد إديشن، فقلت أجربه، يوم حطيته ريحته اكتشفت انها وايد حلوة. العطور اللي أنا تعيبني اللي هي العطور المركزة القوية اللي هي سبايسز ترد أكثر، ما ادري صراحه متى بيكون موجود بس يوم بينزل عندنا انصحكم انكم تجربونه. وهذه يا حلوات كانت مشترياتي الاخيره من لندن، وحبيت اشارككم فيها مع رايي فيها بشكل مبدئي. كل اللي رويتكم اياه اوريدي مستخدمتنه بس ما استخدمته فتره طويله عشان اكون راي نهائي عنها. اكيد بحط لكم رايي عنهم في الانستغرام، فلا تنسون تتابعوني هناك، روابط الانستغرام والبلوج موجوده تحت في صندوق الوصف. لا تنسون يا حلوات اللايك والكومنت وفي نفس الوقت السبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد انزله على قناتي. مع السلامه.